الليلة هنتكلم عن حي من أعرق أحياء أم درمان، حي ذاخر بالمعلومات، ذاخر بالمعالم، ذاخر بشخصياته الوطنية والأدبية. الليلة هنتكلم عن أبروف. تسمية جاته من واحد من قواد المهدية، الأمير أبروف. وأصلا قواد المهدية ديل بعد ما الإمام المهدي نقل العاصمة من الخرطوم لأم درمان، وزع قواده ديل على بعض الجهات في أم درمان، فالأمير أبروف كان من نصيبه المنطقة بتاعة أبروف دي، زي ما ودنوباوي ومشى ودنوباوي وأمراء آخرين توزعوا على أحياء أم درمان. حي أبروف حدوده من الناحية الجنوبية الشارع الفاصل ما بين أبروف وبيت المال، من الناحية الغربية طرمبة والدرو، من الناحية الشرقية نهر النيل، من الشمال خور الكبجاب. والاسم بتاع الخور ده عنده قصة. لما يكون الخريف خريف عامر ويتأثر السكان بالمطر وبالسيول، تجرف معاها كثير من الحاجات، يعني الخور ده يجاري شايل معاه بهايم، شايل معاه دواليب، شايل معاه سراير، شايل معاه مراتب، حاجات كثيرة بيجي خاميها السيل. الناس اللي قاعدين في المنطقة دي في خور الكبجاب في الحتة جنوب أبروف دي، بالنسبة لهم فرصة بيلاقوا الحاجات الجاية في الخور ده، بيشيل له خروف، بيشيل له كرسي، بيشيل له سرير، والمهم آخر جابوا لهم المطر وجابوا لهم السيل، فقاموا سموا الخور ده الكبة جاب، وجاب معاه هذه الخيرات أشالوها من هذا الخور. اشتهر أبروف بصناعة المراكب، وكان فيه برضو زريبة كبيرة جدا للحطب بيتسوقوا منها ناس أم درمان والمناطق الحول أم درمان. أبروف فيها برضو مجموعة من المدارس الابتدائية والمدارس المتوسطة أهلية وحكومية. من المعالم البارزة في أبروف أو اشتهرت بيها أبروف الترماج. الترماج ده كان في الوقت داك هو الوسيلة الوحيدة للتنقل والترحال والمواصلات الآلية، يعني الناس كانوا يا إما بيترحلوا بالدواب يا إما بيركبوا الترماج، والخط بتاعه بيبدأ من أبروف وبينتهي في المحطة الوسطى أم درمان ذهابا وإيابا.
برضو من المعالم المهمة في بروف مقابر، والمقابر دي اسمها مقابر أبو حبيب، وهذه المقابر دفن فيها بعض من شهداء معركة كراري. برضو في بروف بنلقى واحدة من أقدم الخلاوي في أم درمان، وهي خلوة الشيخ صالح. برضو في بروف قامت أول جمعية ثقافية، وهي جمعية بروف، وكانت جمعية مناهضة للاستعمار. برضو بروف يعني فيها شخصيات كثيرة، شخصيات مؤثرة وشخصيات لها مكانتها في تاريخ أم درمان وتاريخ السودان عموما. من شخصيات حي بروف الشاعر الكبير محمد بشير عتيق، شاعر يا ناعس الأجفان أنا من صفاك مسحور، قل لي هل أنت ملاك ولا من حسان الحور، وكثير من القصائد الجميلة لهذا الشاعر الفحل، ورددوها كثير من الشعراء، شعراء كثير من الفنانين، فنانين الحقيبة والشعراء الحديثين. أبروف فيها الأستاذ والشاعر الكبير والمؤلف المسرحي خالد أبو الروس، والذي كان يقدم مسرحياته على مسرح نادي الزهرة بأبروف. برضو بنلقى فراج الطيب السراج، نلقى حديد سراج، وحديد كان المدير العام للهيئة القومية للإذاعة والتلفزيون. برضو من سكان بروف بنلقى أمير الصاوي. أمير الصاوي ده كان وكيل وزارة الداخلية، ده برضو كان من سكان حي بروف. ومن القيادات التاريخية في المهدية بنلقى نور عنقرة. نور عنقرة من الشخصيات المؤثرة جدا والمهمة في تاريخ المهدية وفي حي أبروف. وبرضو من شخصيات المهدية في بروف بنلقى رابحة الكنانية، برضها سكنت في بروف ولغاية ما توفت في أبروف. ومن ضمن الشخصيات أبروف الصحفي والكاتب الكبير عيسى السراج، وهو اللي مدانا بكثير من المعلومات عن هذا الحي. برضو في بروف بنلقى في ورش ضخمة للحديد على الحتة المواجهة النيل، والحدادة دي معظم الأسطوات الشغالين فيها هم ناس الحلال، معظم من هذه الأسرة، لكن معاهم برضو من الأسطوات الآخرين. في بروف قامت حركة نسائية كبيرة وخرجت عدد كبير من النساء الوطنيات. برضو بروف عندها حظ في لاعبين الكورة، فمن ضمن الناس اللي كانوا ساكنين في بروف اللاعب الكبير صلاح عبد الله سليمان المشهور بصلاح بروف، وكان بيلعب لنادي الهلال. برضو من اللعيبة الكبار والمشهورين جدا اللاعب سكسو، كان لاعب لنادي التحرير وانتقل لنادي المريخ، لاعب مشهور ولاعب حريف كان في نادي المريخ. أبروف ذاتها جواها في أحياء، يعني من ضمن أحياء بنلقى مثلا ود البنا،
حي ساكران وأسرة البنا سمي بحي ود البنا. برضو بنلقى فيها سوق الشجرة أو حي الشجرة أو سوق الشجرة، هو سوق بتتسوق منه الأسر الساكنة في حي أبروف. أبروف حي عامر جدا بناسه، عامر جدا بأحداثه، وده النظر اليسير اللي قدرنا نجمعه عن أبروف. وزمن البرنامج هو الذي فرض علينا أن نكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله نلتقيكم مع حي آخر من أحياء مدينة الخرطوم.